اهلا بحضراتكم، مستمرين في هذه التغطيه النهار اليوم كراعي اعلامي اساسي في هذا المؤتمر، مؤتمر مطروح مستقبل الاستثمار. زي ما تابعنا وبنتابع دلوقتي مع حضراتكم، دي عباره عن الجلسه الاولى بعد طبعا افتتاح هذا المؤتمر اللي بداوا المحافظ سياده اللواء علي ابو زيد، بدا والقى كلمه ترحاب ووضع كل عبر فيلم تسجيلي بالطبع كل المميزات الخاصه ب يعني مطروح والمحافظه الزاخره والعابره بكل الثروات التي لم تكتشف بعد. الان الجلسه اللي بيديرها طبعا وزير التنميه المحليه الدكتور احمد زكي بدر، وكان اول متحدثين وزير السياحه هشام زعزوع، وايضا سيتحدث بعد ذلك دكتور اشرف سلمان وزير الاستثمار، ثم طبعا على ابو زيد اللواء محافظ مطروح. وتتوالى هذه الجلسه اللي محورها بيتم في اطار الاستثمار والصناعه والسياحه والاقتصاد والمميزات الجديده في مطروح. كان مفترض انه في هذه الجلسة أن يكون موجود وزير حسب الجدول اللي وزع علينا، وزير النقل الحالي وهو الدكتور سعيد الجيوشي، لكنه لم يحضر. لكن أيضا هشام زعزوع وزير السياحة لم يكن موجود في القائمة ولكنه حضر، فربما لا يكون أو تم نوع من التبادل. طبعا عايزين نتكلم عن فرص الاستثمار وحديث الاستثمار والهدف الأساسي من هذا المؤتمر. ولو استمعنا في بداية الكلام كان سيادة اللواء علاء أبو زيد وزير أو عفوا محافظ مطروح كان بيتحدث عن الاستثمار وفرص الاستثمار وأهميته وخطة الدولة، وطبعا في إشادة ورسالة شكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، تحدث أيضا لشخص وذكره بالاسم وهو الدكتور المهندس احمد فيصل مستشار المحافظ للاستثمار للتنميه، ذكره بالاسم. وده هيكون معايا ضيفي دلوقتي للحديث عن الاستثمار والعجله اللي تمت من حوالي 6 شهور بتوقيع مذكرات تفاهم لحد ما وصلنا لنقطه توقيع اتفاقيات. سياده المهندس اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا حضرتك. انا طبعا خدتك من جوه بالعافيه لان الدخول والطلوع وده كان امر سيء، وبالنسبه لنا يعني لا اعتقد يعني احنا عشان نحاول نوصل للساده المسؤولين او نسموهم يعني الفي اي بي كان بالنسبه لنا صعوبه، برغم ان احنا رعاه رئيسيين. وده نقطه كده علامه في التنظيم، بس انا فهمتها من مهندس او دكتور احمد انه في كذا حد بينظم في المحافظة، في المحافظة وفي مديرية الأمن، وفي الشركة المنظمة، وفي شركة الأمن اللي هي الشركة اللي واخدة الأمن المؤتمر، ففي كذا منظم، فعارف حضرتك لازم تعدي على دول كلهم. تعديت بقى بس بشكل يعني كان صعب. المهم نروح في المؤتمر. نروح في المؤتمر. طبعا دلوقتي ايه فايدة الجلسات اللي بتتم؟ يعني جلسات الحوار دي وانه يعني يديرها مسؤولين زي وزراء ويبقى فيه حوار مطروح كده، نقول كده بدل دائرة مغلقة دائرة واسعة كبيرة جدا وإلى الملأ وإلى العالم. شوف حضرتك، هو طول الفترة التمهيدية اللي كنا بنحضر فيها للمؤتمر علشان نوصل للجلسة بتاعت المؤتمر بتاعت النهاردة وجلسة غدا اللي هي إن شاء الله هيتم فيها توقيع مذكرات التفاهم، كان كل اللي بيعمل يعني كل المتحدث الوحيد كان اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وكنا معاه اللي هو الطاقم اللي معاه في سواء في رحلاتنا لكوريا أو لدبي أو لأبوظبي في الرحلات التمهيدية للمؤتمر، فكان الوحيد اللي بيتحدث كمسؤول حكومي رفيع المستوى كان اللواء علاء. كم الناس اللي حضرتك شفت حضرتك كم الحضور اللي موجودين جوه، سواء كان من الامارات او من السعوديه او من كوريا او في من المانيا وفي من امريكا وفي من فرنسا، ناس كتيره جدا. النهارده لما يلاقوا كل الوزراء، معظم الوزراء في الحكومه المصريه هم اللي بيتكلموا، الوزراء كمان سابقين يعني وزراء سابقين، يعني اعتقد ان هي يعني رساله تطمين للناس كلها ان اللواء علاء ما بيشتغلش لوحده، ان اللواء علاء بتسندوا الحكومه وان الوزراء كلهم بيسندوه وان الدوله المصريه بتساند هذا المؤتمر اللي طلع الحمد لله بصوره الى الان مشرفه، اللهم لك الحمد يعني. فدي رساله انه الدوله كلها بتقف مع بعضها مرة دي في مطروح، مرة جاية الله أعلم. بس في عندنا مؤتمر تنمية الصعيد إن شاء الله في بدايات نوفمبر، فأعتقد أنه هيبقى في نفس الموضوع. أنا كان عندي سؤال وقريت بعض المعلومات في بالنسبة لهذا المؤتمر، ودي زاوية جديدة خالص عن اللي تحدثنا عنه وحكينا في أول ساعة هوا معانا من الساعة 11، حكينا عن تنوع الاستثمار وموجودة فين في مطروح. لكن
النموذج اللي عايزه توصل له مطروح، قريت انها بتستلهم مثلا دبي، مينا جبل علي برضو اللي موجوده في الامارات، او يعني جزر ابو ظبي او العين وهكذا. ايه الحلم او الاستلهام او النموذج اللي بتسعى له؟ والله هو دبي كنموذج هو نموذج جيد جدا، كلنا بنسعى للوصول اليه مع مراعاه فارق المساحه. لكن احنا لما نيجي نتكلم على المساحه، دبي كلها على بعضها مساحتها 4700 كيلو متر مربع. اصغر من مطروح؟ مطروح يا فندم 166 يعني ألف كيلو متر مربع. يعني مطروح قدها بكتير. 4 مرات؟ لا يا فندم، أكتر من 4 مرات. 4700 كيلو متر مربع من 166 ألف كيلو متر مربع. فشوف هيك مطروح قدها تقريبا حاجة و30 مرة. فإحنا بنتكلم على مساحة شاسعة لم تكتشف بعد. هي مشكلتنا وإحنا بنعرض محافظة مطروح كان دايما على الناس إن محدش مصدق إن إحنا في 2015 في العالم أرض بكر، في العالم مدينة بكر، محافظة بكر بهذه المساحة، بهذه الشواطئ، بهذه الموارد. احنا عندنا حجم موارد في مطروح غير طبيعي. فالناس مش مصدقة يا جماعة، انتوا احنا في 2015 من نظرية العالم القديم خلاص، وكريستوفر كولومبس اكتشف الامريكتين من فترة طويلة. ايه هو في لسه في مكان لم يكتشف؟ هذه الشواطئ الساحرة 450 كيلو على البحر المتوسط، المساحة الرهيبة دي، 2 مليون فدان قابلة للزراعة فورا، كل هذه الموارد، الغاز، البترول، كل الموارد بتاعت مطروح الى 2015 لم تكتشف بعد. في الدنيا حاجه كده. السيد المحافظ علاء ابو زيد ذكرك بالتحديد، هل ده من ده كرم ده ده ده, 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 ده تحديدا ذكرك كرما منه واخلاءا منه؟ يعني هو رجل يعني فعلا، يعني انا ما ينفعش اشكره ولا اثني عليه لان انا احد رجاله وانا مستشاره الخاص، فيعني شهادتي مجروحه. لكن هو فعلا دي شهادة لله سبحانه وتعالى. بدأت القصة ازاي؟ رجل تحب ان تعمل معه، يعني اللواء علاء ابو زيد تحب ان تعمل معه، لان هو بيحسسك بنظام، عارف احنا كلنا اصحاب اصدقاء لينا هدف واحد رايحين له كلنا، نسعى كلنا لتحقيقه، كل واحد بيلعب دوره. كل واحد بيلعب دوره، مفيش حد بيستأثر بالرأي، مفيش حد بيتفرد بيه، لكن انت عليك كذا وانا عليا كذا وانت تقول كذا وانا هقول كذا، واحنا هنقدم للناس مطروح بالشكل الفلاني. فيعني اللهم لك الحمد عملنا تيم وورك، اعتقد ان هو كان ناجح الى حد كبير جدا. على سيرة تيم وورك، كان في شخصيات منتظر حضورها يعني ما حضرتش واثرت في 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 نجاح المؤتمر؟ لا لا لا، الحمد لله كل الإخوة العرب اللي كانوا جايين سواء من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات، من دولة الإمارات، ومن بالعكس ده الحضور رفيع المستوى، والجماعة الأمريكان جم اللي هي الشركات الأمريكية اللي واخدة التنمية، اللي واخدة احنا بنعمل في مطروح في أحد مذكرات التفاهم إن في حديقة حيوان مفتوحة مع زي حديقة حيوان صحراوية على المستوى صحراوية، وملحق بيها أكوا بارك تعتبر الاكبر في الشرق الاوسط، يعني حاجه بنتكلم على سانوي لاجون بتاعت ماليزيا مثلا او ووتر كانتري اللي موجوده في امريكا. احنا بنتكلم على مساحه ضخمه جدا هنا، يعني قصاد الاوتيل على الناحيه الثانيه اللي احنا فيه دلوقتي، اسمها راس الحكمه اللي احنا فيها، المنطقه اللي تحديدا اسمها ابو مرقيق. فاحنا قدامها على الناحيه الثانيه هيبقى في اكبر مشروع ترفيهي في الشرق الاوسط على مساحه حوالي 3000 فدان. شركه امريكيه سعوديه انجليزيه هي اللي واخده امتياز المشروع ده، واللي كان مذكرة التفاهم تم توقيعها في دبي في السفرية اللي فاتت، كلهم حاضرين، يعني كل الناس حاضرة. وده بيؤكد ان الناس دي يعني مش بس ان احنا عشان رحنا لها مضوا معانا مذكرات تفاهم، لكن لما يجي الشركة كلها برئيس الشركة والعضو المنتدب وكل ممثلي الشركة لغاية مطروح، واحنا على فكرة احنا ما عندناش مطار، احنا المطار ما كانش شغال لان احنا موسم الصيف خلص بالظبط، يعني فهم جم مطار برج العرب بالظبط ومشوا ساعتين وشويه بالسياره. بس في مطار جديد انتوا شغالين عليه، اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ان شاء الله، لان احنا لازم نعمل مطار جديد لمطروح، لان حجم المشروعات التنمويه اللي بتحصل النهارده في مطروح اكبر من ان هي يشيلها مطار واحد. اللي هو مطار. طب انا عايز بس قبل ما نعدد الفرص الاستثماريه والمشروعات، القصه بدات ازاي من 6 شهور؟ يعني من 6 شهور بدا ازاي عمليه التسويق؟ عملية التسويق زي ما شرحت داخل وخارج. داخل مطروح معروفة جدا لكل المصريين، هو الساحل الشمالي للمصريين كلنا، احنا كلنا بنروح الساحل الشمالي ما تقريبا ثلاث ارباعه في مطروح، يعني من اول مدينه الحمام، من اول قرى اللي هي بالترتيب بقى القرى سواء بدون ذكر اسماء عشان ما نقولش اللي نعمل دعايه، لغايه مرسى مطروح 450 كله لا من قريه الحمام. مطروح بتبتدي بدايه من قريه الحمام، فشوف حضرتك من اول قريه الحمام لغايه مرسى مطروح كل قرى الساحل الشمالي بما فيها الاسامي الكبيره قوي
كلها في محافظة مطروح. فمطروح مش محتاجة تسويق محلي، المصريين بيحبوا مطروح وبيحبوا الساحل الشمالي فتسويق سياحي لمطروح لا موجود، يعني احنا كمصريين احنا بنحب مطروح كلنا. لكن كانت المشكلة ان احنا نعمل تسويق خارجي، التسويق الخارجي كان هو المشكلة، ان احنا نبتدي نعرف الناس بمطروح. كل ما نبتدي نعرف الناس بمطروح يقول لك اللي هي فين؟ اللي هي جنب ليبيا. ايوه اللي هي جنب ليبيا. انت 400 كيلو عن انا جنب اسكندريه مش جنب ليبيا. بالظبط انت 400 كيلو عن ليبيا. انا بيني وبين مدينه مرسى مطروح العاصمه الاقليم 400 كيلو عن ليبيا لغايه السلوم، او 350 كيلو لغايه مدينه السلوم اللي هي اللي على الحدود الليبيه. فانا عندي محافظه مترميه الاطراف 450 كيلو على البحر و400 كيلو في عمق الصحراء وكميه موارد غير طبيعيه وناس مش عارفاها، مش عارفه ان في هذه الدوله الصغيره بهذه الموارد موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه. تاني محافظه في المساحه، تاني محافظه في المساحه 16.6% من مساحه مصر، 166000 كيلو متر مربع. دي دوله، يعني في دول هيك عارف ان مساحه سوريا 180000 كيلو متر مربع، فلما بتقول 166000 يعني 180000 فرق 12000 كيلو. فيعني احنا بنتكلم على محافظه كبيره جدا، موارد غنيه جدا، فيها زراعه وفيها صناعه وفيها كل وفيها محاجر وفيها كل الموارد الصناعيه اللي موجوده. ممكن يتعمل فيها بدل مصنع اسمنت 3 أو 4، بس يعني سياده اللواء علاء كان قال انا هعمل مصنع واحد عشان التلوث. فيها صناعات، ممكن تعمل فيها صناعات بتروكيميكلز، ممكن تعمل فيها صناعات تعدين، ممكن تعمل فيها صناعه حديد وصلب، وفي فعلا رخصه حديد وصلب سوف تطرح ان شاء الله. فيعني في كم تنميه صناعيه وزراعيه وتجاريه، وخصوصا بعد موافقه القوات المسلحه سياده القائد العام وافق على انشاء ميناء مطروح. وميناء مطروح دي نقله نوعيه، دي نقله نوعيه لمصر، مش هقول لمطروح. انا حضرتك هي هي هي, هي لسان هو كان ميناء اصلا اوريدي بيستعمله الرومان، يعني هي احنا ما جبناش حاجه من عندنا، هذا المكان كان ميناء طبيعي بيستعمله الرومان، ولسه الصخور بتاعته موجوده بشكل الارصفه بتاعت الميناء اللي هي بتستعمل من ايام الرومان، بس هيبقى ميناء حديث يعني المفروض ان شاء الله. وفي اتحاد تحالف عالمي وقع مذكره التفاهم مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل السابق واللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه السابق في وزاره النقل على تطوير هذا المكان، وان هم هياخدوا حق بناء بناء الميناء. شراكه مش انتفاع، شراكه مع الحكومه المصريه. ايه اللي بتحرصوا عليه مع في توقيع مذكره التفاهم؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم على حوالي 12 مليار دولار ما يعادل 18 الحمد لله، وصلوا 18 الحمد لله. ده كان امبارح 12 الحمد لله قبل الافتتاح. ما هو كان في ناس 18 ازاي؟ لا هو كان في ناس ما كانش متوقع ان هي، كنا خايفين انها ما تجيش. مجرد حضورهم انهم جايين يمضوا، انهم جايين يمضوا. يعني قبل 6 شهور واربع شهور وشهر وقعت مذكره تفاهم بالترتيب كده بقى. لا احنا ابتدينا وقعنا مذكرات تفاهم لمشروعات صغيره، وبعد كده وقعنا مشروعات تفاهم لمشروعات عملاقه، وبعد كده الناس جايه يعني زي ما بيقولوا ايه تو كلوز ذا ديل، يعني عشان تقفل المخلص احنا عشان يبتدوا السيت اب، عشان يقدموا الطلبات ويبتدوا يدفعوا الديبوت لو في حاجات. وبعدين كان في تنسيق عالي جدا مع جميع الوزارات، سواء كان وزاره الماليه سواء كان وزاره الاستثمار. احنا اخر رحله تسويق في دبي كان معانا السيد علاء عمر رئيس هيئه الاستثمار. رئيس هيئه الاستثمار وادى رساله طمانه عاليه جدا للمستثمرين في دبي وفي ابو ظبي، وعملنا برزنتيشن رائعه لمطروح في غرفه تجاره ابو ظبي، وحضرها كل اعضاء الغرفه الحمد لله. كان حاضر معانا السفير المصري والقنصل المصري هناك، يعني بصراحه كانوا عاملين دعم هايل. سواء 18 ازاي بقى 12 ل 18 مليار دولار، انا بتكلم على مبالغ احنا كنا متوقعين ان الشركه الامريكيه التحالف الامريكي السعودي اللي كان المفروض هيمضي موضوع حديقه الحيوان لان دي لوحدها 3 مليار، فده رقم خرافي، كنا متوقعين ان هم ما يجوش. فكنا بنتكلم فيري كونسرفاتيف، عارف اللي هو يعني متحفظين جدا في الارقام، عشان ما حدش ايه لو علاء ما بيحبش يدي رساله وبعد كده يقول لك ايه انت كنت مبالغ يعني خالص. فكل الموضوع ان احنا كنا بنتكلم ان احنا بندي يعني الارقام اللي تحت ايدينا، الناس اللي هم موجودين قاعدين في الاوتيل، هم جم وقاعدين في الاوتيل وجايبين الطلبات بتاعتهم على بتاعت الشركات بتاعتهم، لغايه لما وصل الجماعه السعوديين والامريكان اللي هم وصلوا النهارده الفجر. حديقه الحيوان الصحراويه تبقى حديقه طبعا. هي مش حديقه حيوان صحراويه، دي هي حديقه حيوان. أيوة. صحراويه ومدينه العاب مائيه على غرار ووتر كونتري اللي في فيرجينيا، وعلى غرار سانوي لاجون اللي في كوالالمبور في ماليزيا، وملحق بيها حاجه زي ديزني لاند كده، يعني اربع حدائق مفتوحه يعني بينهم باريرز بينهم فواصل،
مع مجموعة فنادق علشان الناس اللي هتيجي مخصوص عشان تستمتع بالموضوع ده يقعدوا فيها. يعني على حاجة على بس على مستوى تاني خالص. طيب برضو القصة بدأت ازاي؟ يعني القصة بدأت وانتوا فكرة ان انا اطلع من مصر للتسويق خارج مصر دي جت ازاي؟ والله ده كان اللي هو علاء بيقول احنا ما ينفعش نعمل تسويق بره. يعني هو الناس كلهم المفروض هيعرفوا منين؟ ما لازم نروح لهم. فابتدينا نخاطب شركات من اللي ليها مشروعات في مطروح، يعني شركات الاماراتيه والسعوديه اللي ليها اوريدي مشروعات في مطروح. قلنا لهم يا جماعه احنا بنفكر كمحافظه ان احنا نطلع نسوق فرص الاستثمار للمحافظه، فلو تقدروا تعملوا لنا زي يعني حاجه كونفرنس صغير، حاجه زي اسمها لا تدعوا الناس اللي تعرفوهم اللي هم ما يعني الناس اللي هم رجال الاعمال الكبار والشركات الضخمه اللي موجوده في دبي او في ابو ظبي او في السعوديه، تدعوهم علشان نبتدي نتكلم معاهم ونعرض لهم ايه المحافظه دي، ايه اللي في المحافظه دي، ايه اللي موجود فيها. فابتدوا فعلا مشكورين، يعني سواء كانت الشركه العربيه او مجموعه بن حيدر او مكتب الشيخ حامد الحامد، يعني جماعه ما تاخروش عننا خالص بصراحه، وابتدوا عملوا لنا لقاءات وسيمينارات ويعني كذا سيمينارز وكذا كونفرنس سواء في دبي او في ابو ظبي، وابتدينا نعرض مفروض عملنا برزنتيشن فايل اعتقد ان هو كان لطيف جدا. ابتدينا نعرض ايه الناس بتشوف الميه اللي احنا شايفينها ورانا دي، بتشوف الطبيعه دي، بتشوف الرمله دي، بتقول هو الكلام ده فين؟ صح. لهم الكلام ده في مطروح على فكره، يقول لك هي مطروح دي فين؟ مطروح دي لهم فين؟ دي بعد اسكندريه على طول على فكره. طب ايه اللي هي جنب ليبيا؟ السؤال بتاع جنب ليبيا ده على طول كنا بنساله. اللي هو جنب ليبيا بالظبط. لا يا جماعه ده احنا بينا لغايه لما توصلوا للميه دي 350 كيلو لغايه ليبيا. فابتدينا جات شركات عالميه من الشركات اللي هي الديفلوبرز الكبار قوي، ابتدوا خدوا حق تطوير شبه جزيره رامل، ده بي او تي على فكره يعني لمده معينه وترجع للحكومه المصريه، حق انتفاع يعني. حق انتفاع. وبرضو هضبه عجيبه اللي هي لغايه النهارده الناس بتجي لها ما فيش فيها حتى يعني كافيتيريا الناس تشرب فيها ميه. فيعني اماكن في منتهى الروعه. بيقولوا اكبر مشروعين سياحيين، لانه اكبر مشروعي جذب على شواطئ البحر المتوسط. لوحدهم تكلفتهم حوالي 7 مليار جنيه. لا مش دولار. كل واحد لا 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 واحد 1.2 مليار دولار والتاني 1.5 مليار دولار. يعني بتتكلم في 3 4 مليار الاثنين. الاثنين الاثنين تقريبا تقريبا 3 مليار دولار. 3 مليار. طيب غير دي مشروعات بقى نعددها، يعني عشان بس ايه احنا مش بنعمل دعايه. طبعا الدولاب السحري اللي فيه كل المشاريع، يعني الدولاب السحري فيه كل المشاريع. عندنا مشروعين سياحيين من اكبر مشاريع جذب سياحي بالاضافه عجيبه ورومل. طيب عندنا مشاريع تانية موزعه بقى، في منها مصانع وفي منها طبعا مصانع تشمل مثلا مصانع صناعه زيت الزيتون الى اخره، ومزارع سمكيه وسياحيه. ممكن نعدد بقى المشروعات وسياحه سياحه العلاج. يعني اتفضل يا فندم. بص حضرتك لو هنبتدي نرتب على اهميه المشروعات، يعني نبتدي نتكلم على المشروعات من حيث نرتبها من حجم المشروع والاهميه الاستراتيجيه للمشروع لمصر، مش بنتكلم لمطروح. فاحنا بنتكلم اهم مشروع على الاطلاق هو مشروع ميناء مطروح جرجوب، اللي هو في جرجوب. جرجوب اللي هو في النجيله في جرجوب. هيكون مينا ومطار بس انتوا يعني الحته دي هتبقى مينا ومطار ومنطقه حره المفروض انها مخطط ليها على حسب الموافقه اللي جت من القوات المسلحه ان هي تبقى اكبر منطقه حره على البحر المتوسط ومن اكبر المناطق الحره الصناعيه التجاريه في العالم. مينا جرجوب. مينا جرجوب. مطروح. مطروح. بس المنطقة اسمها ايه؟ المنطقة اسمها جرجوب. جرجوب. اللي هي كانت مينا طبيعي وبعديها وراها المنطقة الصناعية اللي هي بس مجرد ان في مجموعة كباري بتعدي مدينة جرجوب اللي هي السكنية. وبعدين هيبقى فيها المنطقة الصناعية الحرة والمنطقة التجارية الحرة اللي هي على غرار المناطق الحرة العالمية زي جبل علي وزي سنغافورة وزي هونج كونج اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مناطق الجذب التجاري والصناعي الحر في العالم. اللي بتتمتع بقدر كبير من الضرايب والتعامل بشكل يعني حضرتك بتتكلم على هذه المساحة من أرض مصر اللي هي مطروح اللي هي 166 ألف كيلو متر مربع بيعيش عليها 450 ألف نسمة. بيبقوا حاجه و20 مليون في الصيف مالناش دعوه بس هم اهل مطروح 450 الف نسمه. تخيل حضرتك ان هذا الحجم من المشروعات اللي المفروض ان هو يتعمل في هذه الفتره هيستقطب
كم عمالة من الوادي والدلتا قد ايه عشان يعيشوا في هذا الجو الساحر وفي هذه المدينة الجميلة. مش اقل من 10 ملايين او 20 ملايين. على اللي هي الخطة الاستراتيجية لاكمال المشروعات على 20 سنة. في خلال 20 سنة احنا بنتكلم زي ما حضرتك تفضلت على حوالي 8 مليون عامل مصري هيبقوا موجودين في هذه المنطقة. وده هيحتاجوا خدمات ويحتاجوا يعني حضرتك بتتكلم على نقلة نوعية، حضرتك بتتكلم على مشروعات بتعمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري كاملا. كان في كلمة قالها المهندس إبراهيم محلب الله يصبحه بالخير، كان قال كلمة لطيفة قوي كمان آخر النهار فكان بيقال لك مطروح تصلح لأن تكون قاطرة التنمية لمصر كلها. هي فعلا كده، حضرتك بتتكلم على كم موارد طبيعية غير مستغلة على الإطلاق، حجم المساحة من الأرض، جو رائع طول السنة، شوف حيث ما فيش رطوبة، شوف الجو جميل إزاي. فيعني إحنا بنتكلم على فعلا قاطرة التنمية للوطن، ممكن تبقى مطروح، ممكن تبقى مطروح، وممكن كمان يعني تجتذب عمالة من حتى من الوادي بدل ما يبقى فيه هجرة من الصعيد للقاهرة والجيزة واسكندرية بس، لا يجوا بالظبط. وبدل ما هي تبقى محافظة الثلاث شهور علشان الناس بتيجي الساحل الشمالي في الثلاث شهور بتوع الصيف، لا احنا بنتكلم على على مدينة الألعاب المائية وعلى الحديقة الحيوانية المفتوحة، وبنتكلم على المينا، وبنتكلم على المشروعات الصناعية، وبنتكلم على السياحة العلاجية، احنا بنتكلم على منطقة كذب طوال العام. احنا جونا كويس طول السنة، احنا اللي عندنا حر يعني شديد زي حر الخليج صحيح. ولا عندنا برد شديد زي أوروبا بالعكس، يعني حقيقة الطيور بتهاجر لنا احنا من أوروبا زي امبارح كده. وعلى سيرة الجو، لحد دلوقتي احنا يعني الساعة 2 ظهرا والبعض كان معتقد بما فيها الارصاد الجوية، كان امبارح بيتكلموا ان الجو لحد يوم الثلاث هيبقى زي امبارح بالليل كده، نوى بقى وبرق ومطر ما يعرفوش وعفار هي يومين وبتخلص هي 48 ساعة وبتخلص. لا مطروح لطيفة جدا، الجو مغير تماما النهارده. اي نعم مش مشمس، لكن احنا في خريف ما ننساش، احنا كويس مش عايزينه مشمس على فكرة، مش عايزينه بالظبط احنا مبسوطين بيه كده. الجو جو يعني لطيف جدا، بيرحب بالمؤتمر جدا، الجو بيرحب جدا الحمد لله الحمد لله في مصر. كاستثمار بقى انتوا عملتوا ايه عشان يبقى في جذب؟ انت احنا عندنا في مصر كل التعقيدات البيروقراطيه والاداريه بتقابلك في مصر. لغينا ده ازاي؟ لغينا ده ازاي؟ لواء علاء خد موافقه من الحكومه ومن القياده السياسيه ان هي مطروح تبتدي تتعامل، تبقى اول نموذج للتعامل بنظام الشباك الواحد اللي هم بيسموه، ما طبقش في كذا حته على اللي هو الوان ستوب شوب. وبعدين الناس لما كنت تيجي مثلا تقول لهم والله احنا بنتعامل بالشباك الواحد واحنا ما حدش بيصدقك، لكن لما يروح المحافظ ويقول لهم على فكره دي المشروعات اللي عندي، تعالوا اشتغلوا عندي، تعالوا اعملوا اللي انتوا عايزينه هنعمله، وتقدم لي الطلب هديك الرخصه بعديها بشهرين وانا بشتغل بنظام الشباك الواحد، هو بيصدق لان هو شايف مسؤول حكومي رفيع المستوى يعني راس المحافظه زي ما بيقولوا، يعني هو اللي بيدير المحافظة، هو اللي رايح بنفسه وهو اللي بيأكد بنفسه وهو اللي بيبعد بنفسه. وهم بيقدروا، هم صحيح بتتعامل مع رجال أعمال، فلازم تتعامل بالفكر بتاع رجال الأعمال. حيك ما بتقولش انك انت بتتعامل مع حد يعني عايز يضيع فلوسه. فهو ايه مشكلتنا في مصر؟ انك انت لما بتوصل قبل ما توصل للكبير خالص بتاخد شويه وقت وتعقيدات وحاجات زي كده. الكبير خالص رايح لغايه عندك اللي هو كبير المحافظه اللي هو اللي بيحكم المحافظه او اللي بيدير شؤون المحافظه، هو اللي رايح لغايه عندك ويقول لك تعالى وهعمل وهسوي واعمل. طب ايه الفرص اللي عندك؟ والله عندي الفرصه دي، تتقدم لثلاث اربع شركات، كل شركه تقدم مقترح من طرفها، هتشتغل مع الحكومه المصريه ازاي، هتعمل ايه شكل التطوير، ايه اللي هتقدر تقدمه، ايه نظام التعاقد معانا، ونبتدي من هنا نختار افضل الحلول المقدمه من الشركات اللي تتفق مع النموذج اللي احنا بنتكلم عليه. هيك مطروح يعني وي هاف تو كونسيدر مطروح محافظه الاعتبار انها محافظه ذات طبيعه خاصه جدا ثقافيا وبيئيا وتاريخيا، ان هي محافظه معظم اهلها من البدو اللي هم ليهم ثقافتهم وليهم عاداتهم وليهم تقاليدهم. احنا ما ينفعش ما نراعيش اي بعد من هذه الابعاد، لا البعد الاجتماعي ولا البعد الثقافي ولا البعد القبلي ولا البعد الديني. فلازم هذه المشروعات تتفق مع هذا معانا مع النسق العام للمحافظه. طيب على سيره النسق العام، مستوى التعليم
هل ده بالنسبه لكم هيشكل عائق بالنسبه من ضمن المشروعات اللي بتتعمل في مطروح دلوقتي؟ في جامعه بتتعمل في العالمين، جامعه انجليزيه بتتعمل في العالمين على اعلى مستوى، هيجي ناس ولاد حضرتك واولادنا هيجوا من عشان يدرسوا في مطروح علشان ياخدوا شهادات انجليزيه زي زمان زي زمان بياخدوا الدكتوراه من مصر والهندسه من مصر. فابتدينا دلوقتي في جامعه بتتعمل في العالمين، في مجموعه مدارس عالميه بتتعمل في مطروح، فاحنا بنرتقي بمستوى التعليم علشان نخرج من ضمن المنظومه اللي احنا حاطينها بتاعت التنميه، علشان نقدر نخرج العماله المطلوبه في كافه التخصصات. وفي مدرسه صنايع بتتعمل، في يعني في مجموعه من المدارس اللي هي هتخرج الناس اللي المينا محتاجاها، واللي مصانع الزيتون محتاجاها، واللي مصانع التمور محتاجاها، واللي مصانع، يعني احنا بنعمل كل بحيث ان احنا يبقى عندنا المنظومه تكتمل. يعني الخطه كانت خطه استراتيجيه ان احنا نكمل المنظومه، مش بس ان احنا نبيع شويه اراضي على البحر وتعمل فيها شويه قرى سياحيه. ده موجود صحيح. مش ده الفكر التنموي. هفضل برضه محافظه الثلاث شهور، وهفضل برضه في الصيف عندي 20 مليون، وفي الصيف وفي الشتاء ما عنديش حد. فاحنا كنا بننمي المحافظه على كافه القطاعات والاصعده. ليه كان استثمارات خليجيه اكتر؟ يعني انتوا الاتجاه كان الغلبه الاستثمارات الخليجيه، او هم طلبوا ودكم؟ يعني من طلب وده من في البدايه؟ لا هقول لحضرتك، ما تقدرش تنكر العلاقه اللي بيننا وبين الخليجيين، يعني العلاقه اللي بيننا وبين الامارات، العلاقه اللي بيننا وبين السعوديه، ما تقدرش تنكر هم وقفوا جنبنا قد ايه. في ود، في حب، يعني في اواصر موده واخوه طويله جدا من ايام الشيخ زايد الله يرحمه، والملك عبد الله الله يرحمه، والملك سلمان ربنا يديله الصحه. يعني الناس دي بتقف جنب مصر، والناس دي بتساعد مصر. فلما تيجي تقول لهم تعالوا اشتغلوا في مصر، هم اوريدي ليهم استثمارات في مصر، او ما لهمش استثمارات في مصر ومستنيين الفرصه المناسبه، فطبعا هم الابدا، هم اللي هيجوا بسرعه. الجماعه سواء الاوروبيين او الامريكيين، طبعا مع احترامنا الكامل، بياخدوا وقت اطول كتير في الدراسه، لان حته المشاعر مش موجوده. يعني انا هو في الاخر هو بيحب البيزنس، فلكن احنا عندنا الجماعه في الخليج بيغلب عليها مشاعر شويه، شويه المشاعر زينا يعني، عندنا احنا بنحبهم وهم بيحبونا، في شويه ود، ففي ود في، لا مش شويه، كتير ود كتير ود، اللهم لك الحمد يعني. الحمد لله رب العالمين. طيب اللي انا عايز اقوله، مين هيدفع ايه في ايه؟ يعني مين اللي هيدفع في المشاريع دي كلها؟ ازاي الاتفاق او مذكره التفاهم تم اتفاق معاه، والدوله تقول انا معيش وعندي عجز في الميزانيه وعندي تضخم في الدولار وعندي احنا أسعار. كنا بنروح يعني لو علاء كان بيقول كلمتين لطاف، على فكره يا جماعه احنا مش هنعرف ناخد فلوس من البنوك المصريه، والبنوك المصريه مش هتمول مشروعات لشركات اجنبيه، ويا جماعه اللي يقدر يجيب فلوس يجيبها عشان يشتغل بيها، اللي ما عندوش ما اقدرش اخدمه، عشان ما حدش يجي يقول لي اجي لك وانت توفر لي التمويل، او اجي لك ده اللي انت قلتوه للناس. احنا ما نقدرش نوفر لكم تمويل، وممنوع ان احنا على حسب توجيهات سياده الرئيس ان احنا اي مشروع استثماري يتعمل بتمويل من البنوك المصريه. فكنا بنقول الكلمتين دول، اللي يقدر يجي يمول هو اهلا وسهلا، اللي ما يقدرش ما نقدرش نساعده عشان ما يتعثرش. بص حضرتك الوضوح، يعني اللي جاي بفلوسه، جاي باستثماراته، الوضوح هو افضل واقصر الطرق للوصول. فاحنا بنقول لهم يا جماعه، التسهيلات اللي بتعطى ليه شهرين بياخد رخصه، بيقدم طلب النهارده شهرين بياخد رخصه، وان ستوب شوب، شباك واحد، ما عنديش حاجه ثانيه يعني اكتر من كده. ايه نموذج يا ريت يتطبق في كل محافظات مصر. انتوا بالفعل طبقتوا الشباك الواحد؟ الحمد لله. طبقتوه من امتى؟ يعني عشان تزامنا مع المؤتمر. تزامنا مع المؤتمر بقاله شهرين تقريبا. بقاله شهرين. ان هو وحصل فعلا في مستثمرين. انا شغل استشاري اكتر منه اداري. طيب انا بس من ناحيه الاستشاري كمان، فكره انه خروج الاستثمار بهذا الشكل وعرضه الى هذا العلن، احنا طبعا المصريين عندهم ذكره شهر مارس الماضي كان مؤتمر شرم الشيخ العالمي لدعم جمهورية مصر العربية أو للنهوض بالاقتصاد المصري العربي. بتبني على فكرة الاحتكارية في الاستثمار. تمام. يعني كمعروف مين تخصص السيارات، مين تخصص قرى سياحية، مين تخصص نقول مصانع أسمنت وهكذا. بس تعليقا على كلام حضرتك، هو حكاية دعم الاقتصاد المصري، هقول لحضرتك بس على حاجة، لأن أنا معظم حياتي كنت بشتغل أز بزنس ديفلوبر كمطور أعمال لشركات عالمية. فأنا عارف المستثمرين ورجال الأعمال بيفكروا إزاي. فمحدش بيجي فقط حبا لمصر. ممكن يجي من ضمن الأسباب إنه بيحب مصر، لكن فقط حبا لمصر لا ما بيحصلش. لا طبعا. فاللي بيجي رجل الأعمال والشركات العالمية بتيجي عشان تكسب.
تمام. احنا مثلا نتكلم على نظام الوين وين سيتويشن زي ما بيقولوا، اللي هو الاستفادة المشتركة. فانا بستفيد كمصر وهو بيستفيد. احنا عندنا في مصر من اعلى العوائد على الاستثمار في العالم، يعني الاي ار ار عندنا من اعلى الارقام في العالم. فلما حضرتك بتقول تعالى استثمر، بس انا عندي مشكله في مصر اللي هي التعقيدات والروتين والمش عارف ايه، لا هخلصك منه بس تعالى استثمر. في ثبات سياسي، الوضع السياسي مستقر، دي نعمه الحمد لله. فابتدت سياده الرئيس لما على طول بيطمن الناس ان مصر بقت مستقره، ان الامن في مصر بقى مستقر، فالناس انت بتشيل الصعوبات اللي المفروض كانت بتواجههم علشان ييجوا يستثمروا عندي. فانا هو كان ايه اللي بيخوفهم؟ هو طب حضرتك ما في اسامي كبيره، عشان ما نبقاش بنعمل اعلانات، ففي اسامي ضخمه جدا فيها ليها مراكز تجاريه عملاقه. صحيح. وليها مدن تجاريه كامله. وليها مدن يعني هنا في مطروح. اكبر اسامي مطورين في العالم موجوده في مطروح هنا، ما كانتش موجوده من ضمن ال. هل ما كسبوش؟ هل هم شغالين وبيتوسعوا وهم ما بيكسبوش؟ هل بيشتغلوا في حب مصر؟ لا، اعلى نسب ربح بتوصل لهم بشهادتهم هم، اعلى نسبه ربح بتتحقق من مصر. يبقى هو جاي مصر، اوكي انا عارف ان هو بيحب مصر واحنا كمان بنحبه يعني اكيد، لكن هي القصه كلها هو بيستفيد وانا بستفيد. هو بيشغل لي ولادي، هو بيعمل دفع لحركه الاستثمار، هو بيشتغل بيدور لي عجله التنميه. تمام. لكن في نفس الوقت هو بيستفيد وبيحقق اعلى ارباح في العالم، بس بتبقى فايده ومنفعه متبادله. ويدفع لي ضرائب، فاحنا احنا الاثنين مستفيدين. كمان النقطة المؤتمر، هل شهد مستثمرين جدد؟ ال 18 مليار دولار اللي صححت لي رقم، يعني احنا كان اعتقدنا انه 12، هل جدد ولا ناس موجودة في السوق؟ 90% من الشركات اللي موجودة شركات جديدة لم تكن تعرف أين مطروح على الخريطة. لأن احنا بنتكلم على 22 مليار جنيه مصري اللي تم التوقيع بيهم في المؤتمر التمهيدي، دي شركات وطنية محلية لها مشروعات في مطروح وكانت بتاخد مشروعات جديدة. ده المؤتمر التمهيدي اللي اتعمل من شهر ونص في محافظة مطروح. المؤتمر بتاع النهاردة دي كلها شركات عالمية، يعني العربية للاستثمار دي أول مرة تيجي. تمام. هم لسه ما اشتغلوش على فكرة، يعني مجموعة شيخ حمد أول مرة تيجي، يعني شركات كلها جديدة. وكذلك الصندوق الاشهر او الغرفه الاشهر اللي هي غرفه صناعه وتجاره ابو ظبي اول مره يجوا، اول مره، ومعروف انها من اكبر الصناديق السياديه في العالم. ولما بتدخل حاجه يعني ان شاء الله باذن الله بتدخل بثقه كتير جدا. لانها بتحاول تخرجها بشكل صح. طبعا. يعني يمكن في مصر كان موجود اكتر من حاجات مشاريع اماراتيه، لكن الجديد بالفعل انه العاصمه ابو ظبي. وهي بتعتبر اضرب بقى في 10 استثمارات دبي اضرب ان شاء الله، يعني اضرب في 100 اضرب في 100 المره دي اللي زودت في الارقام قبل كده، اضرب في 100. فده شيء كويس، لان يمكن ابو ظبي استثماراتها الى حد كبير قليله على مستوى العالم، لكنها ضخمه ضخمه جدا يعني يستثمر في منطقه، في مثلا في قاره، في دوله واحده بس، لكن استثمار بيبقى. وهم ناويين على فكره إيه؟ هم فرحانين جدا بمطروح وناويين ان شاء الله ان هم يعني يزودوا المحفظه الاستثماريه بتاعتهم في مطروح الى حد كبير جدا ان شاء الله. ان هم بيجربوا برضو، لاحظ اي مستثمر لازم يجربك. صح. فهو بيجرب دلوقتي، قال لك اول ما العمليه تبتدي تمشي لا اضرب اللي احنا بنستثمره دلوقتي اللي هو كبير، اضربه في 20، اضربه في 100. هل حسيتوا بالقلق ان ممكن مؤتمر ما ينجحش؟ يا مؤتمر الحمد لله خرج بشكل يعني رائع جدا. احنا لسه قلقانين لغايه دلوقتي، لغايه لما نمضي للام او يوز. يعني انت قلت الناس جت، يعني هو هيجوا معهمش حبر. لسه احنا ربنا يتمها على خير يا رب ان شاء الله، والمشروعات ان شاء الله كلها تبدا وتبقى على الارض قريبا جدا ان شاء الله، في نقله تنمويه لمصر كلها مش لمطروح. لمصر كلها باذن الله. ازاي انتوا بتفكروا في مصر؟ وبعدين يعني بالبلد كده اشمعنى مطروح؟ هو ما في محافظات ثانيه ممكن كان يتعمل فيها موضوع مؤتمر استثماري ده. اللي هو علاء طموح جدا. اللي هو علاء مخلص قوي، نفسه يعمل حاجه. كان بيحكي لي مره لما سياده الرئيس اتكلفه بالموضوع مطروح، فبيقول له، قال لي باللفظ كده، قال لي انا عايزك تغير مطروح من كافه الاوجه في اقل وقت ممكن. ما بينامش وما بينامناش، بقى لنا 3 ايام ما نمناش. احنا امبارح كنا معاكم بالليل
فاكرينكم يعني جينا الصبح لقيناكم زي يعني بلبسنا ما حد شفتنا يعني يعني ما بننامش. رحتوا بس ساعه قبل الافتتاح ورجعتوا تاني وقعدنا ندور عليكم عشان ايه نعمل معاكم حوارات كمل مصانع اللي ممكن تفتتح. احنا بنتكلم عن مصانع بتتكلم على ثلاث مصانع معايا. ثلاث مصانع لتعبئه المياه وكاستثمارات من دبي. ثلاث مصانع لتعبئه المياه تمام. دول بس المياه. دول للمياه واكثر من خمس مصانع للزيتون والتمور وفي مصنع الاسمنت اللي اوريدي توافق على طرح الرخصه بتاعته وفي بنشتغل على مصنع حديد وصلب وفي المينا بالمنطقة الصناعية وفي مصانع للملح الصخري. احنا طول عمرنا عندنا الملح الصخري والملح البحري بنعبيه في شكاير ونبعته مينا اسكندرية ومينا دمياط ونصدره زي ما هو. الكوارتز بتاعنا بنعبيه في شكاير وبنصدره زي ما هو. ده حضرتك ده يعتبر اهدار صح للثروات يسمى القيمة المضافة والحاجات دي كلها مبالغ فيه لان حضرتك بتطلع من هذا الملح كل صناعات الكوزماتكس بتطلع من الملح ده اللي هي المواد مستحضرات التجميل صحيح. كلها بتطلع من هذا الملح هذا النوع من الملح فتاخده الشركات في فرنسا وفي اسبانيا وفي كل الدول اللي بتعمل كوزماتكس وتعمل منه الكوزماتكس وترجع تبع لنا احنا الكوزماتكس طب احنا لو خدنا احنا لو عملنا المصانع اللي بتتعمل دلوقتي كلها مصانع زي ما حضرتك تفضلت مصانع القيمه المضافه اللي هو المصنع اللي انا بعمله علشان بدل ما اطلع ماده خام اطلع منتج يصلح للبيع وشغل اولادنا بالظبط كده. يبقى مياه تحليه مياه واللي هو مصنع خاص بالاملاح او الملح الصخري وبعدين مصنعين للاملاح مصنعين كمان يعني كده كان خمس مصانع. احنا كده عددنا خمس مصانع ثلاثه مياه ده لسه ده غير ده لسه ما انا بتكلم بقى لسه عايز اعد تاني اكتر ولسه في مصانع ايه تاني بالزيت الزيتون في مصانع المواد الغذائيه كلها اللي هي مشهوره بيها واحد سيوه اللي هي في بينها وبين بين اهلها وبين اللي هو علاقه طيبه جدا جدا هم بيحبوها بيحبوهم فسيوة محتاجه تنميه غير طبيعيه ومصانع اخرى كمان عشان موضوع زيت الزيتون والثروه السمكيه موضوع احنا بنعمل مع الجانب الفرنسي اللي هم اللي موجودين جوه دلوقتي حك لو تعمل معاهم لقاء بنعمل في مشروعين في مشروع لاستصلاح 50,000 فدان بمواد بتكنولوجيا جديده جدا بتوفر حوالي 75% من استهلاك الميه 75% 75% على فكره معاه العينات ممكن نوريها لحضرتك جوه بيسموها ليد بقى ولا ايه بالظبط كده بالظبط ليد ووتر ليد ميه لل ميه موفره مواد معينه بتضاف للتربه بتخلي التربه ثابته الهواء ما بيتطيرهاش وبتخلي مده نمو يعني ممكن يحول لحضرتك في خلال 6 شهور 50,000 المكان اخضر 50,000 فدان لمكان اخضر خلال 6 شهور ده ومعاهم تجارب هيعملوا فيها برزنتيشن يا اما النهارده يا اما بكره مش متذكر الجدول هتشوفوه ان شاء الله عاملين برزنتيشن رائع جدا ان شاء الجدول. الله هل كمان احنا والثروه السمكيه برضه جايين شركه سعوديه وفي شركه فرنسيه جايين يعملوا في سيوه اكبر مزرعه ثروه سمكيه يمكن في الشرق الاوسط مع مصنع لتعبئه الاسماك حاجه زي التجميد في مصانع بترول كمان يعني وغاز طبيعي لسه ما اتفقش على لسه ما اتفقش عليها لسه لان دي بتبقى تبع وزاره البترول مش تبع مش تبع في ناس جايين يعني في ناس موجودين بس في ناس يعني موجودة. لان في ناس موجودة. البترول جهه سياسيه يعني كده تقريبا كل المشروعات واللي وقع مذكرات تفاهم عليها في السابق كلها يعني نقول كده اتستفت يعني خدت اما كده ولا لسه في حاجات لا الحمد تبحث لله عن المستثمر لا في حاجات كتيره جدا تبحث عن المستثمر بتتكلم على دوله دي نقولها فرص طب حتى اللي ما لحقش والمؤتمر لسه لحد بكره ويقدر يجي وفي نفس الوقت كتيب للاستثمار عاملاه المحافظه فيها كل الفرص الاستثماريه سواء كان الصناعيه سواء كان التجاريه سواء كان الزراعيه كل الفرص الاستثماريه المتاحه في المحافظه كلها موجوده يعني ايه تاني اللي ممكن تاني يعني يستثمر في كل ما يمكن ان تتخيله فيه تم الموافقه على اقامه منطقه صناعيه جنب مدينه مرسى مطروح على 10,000 فدان برضه لاقامه كل انواع المصانع مع حضرتك دلوقتي بتتكلم على فكره بسبب الحاله السياسيه والوضع السياسي في ليبيا في حاله من الازدهار في مطروح بسبب التجاره ان بيجي ياخدوا حاجاتهم من هنا يعني فانت لازم تعمل مصانع ولازم تعمل تجاره ولغايه الوضع يستقر تستغل هذا الوضع يعني الوضع الليبي القلق اللي في ليبيا بتؤثر بالايجاب على مطروح ويخبطوا ال 400 كيلو هيعملوا ايه طيب؟ من السلوم لحد مطروح عشان او في حاجات في السلوم ممكن في السلوم بالظبط
فكرت في منخفض القطاره ولا ما فكرتوش فيها؟ والله هو محطوط على خطه التنميه، بس منخفض القطاره يعني برضو في بعد استراتيجي او بعد سياسه الدوله. فاحنا كان نتكلم على الحاجات اللي هي يمكن الموافقة عليها واللي تم الموافقة على عليها الحمد لله، يعني كل المشروعات دي تم الموافقة عليها من القوات المسلحة وتم التعامل عليها، فيعني احنا بنتكلم على حاجات تم فيها شروط فعلا. المفترض يتم ايه النهاردة كمان؟ يتم انه تقريبا دي استراحة الغداء. هتروح تتغدى؟ لا لا مش عايز بغدى على فكرة. وبعدين في كمان بعد كده في جلسة اخرى للحديث عن مشاريع البنية الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وطبعا يعني يكون في متحدثين، المفترض هنا الدكتور سعيد الجيوشي بس هو ما حضرش، وفي دكتور أو المهندس محمد سعدية وخالد نجيب يعني من ضمن أعضاء الشركات اللي جاية الاتحاد الاتحاد اللي رسي عليه تطوير ميناء مطروح. ده تحديدا ده تحديدا ده المناقشه دي، المناقشه دي اللي جايه بعد استراحه الغداء. دي المناقشه بخصوص المينا ومطار مطروح بقى. مينا هم دي الشركه اللي خدت المينا، المينا بس يعني المينا لوحديها والشركه لوحديها تاني. وبعدين هيبقى فيه طبعا استراحه كمان، وبعدين جلسه اخرى بنتكلم على السياحه. وده يخلينا بس في النقطه اللي اتكلموا على المينا، عمليه النقل والبنيه الاساسيه وتهيئه الطرق، واحنا عندنا في طريق بدات قوات المسلحه تشتغل عليه من المنطقه اللي احنا فيها دي من راس الحكمه لحد 6 اكتوبر في القاهره. يعني ما هو الطرق بقى دي خطه سياده الرئيس للتطوير، يعني واخدها وزاره الطريق هيبقى جميل جدا، هيختصر لا ده 270 كيلو الطريق. الناس اللي كانت بتيجي مطروح ما يخلص حاجة هتشوف طفره في مطروح لوحده. انا متهيألي هيبقى عندك 40 مليون مصري ان شاء الله، مش 22 تشيل والله تشيل 40 مليون مصري كبيرة. تشيل يعني مصريين كلهم عايشين على 7% بس من المساحة، من المساحة في شريان النيل. انت عندك هنا 16% من مساحة مصر في محافظة واحدة. 16% من مساحة مصر في محافظة واحدة فيها 450 ألف، مش كاملين نص مليون. مش بالظبط، مش كاملين نص مليون، فيها كل يعني يعني في شوارع في القاهرة فيها نص مليون، في شوارع في الجيزة القاهرة فيها نص مليون، هنا استثمارات وفيها أرض بكر وتقدر ده كفاية الهواء طبعا نظيف يعني يعني فشيء بيدعو فعلا انه شبكة الطرق الجديدة اللي هتسهل عملية الذهاب والعودة إلى القاهرة من 6 أكتوبر أو محافظة الجيزة، على 6 أكتوبر طبعا محافظة الجيزة، فهتختصر المدة لحوالي هتبقى هنا في ساعتين ونص يعني من القاهره لمطروح هتبقى في ساعتين ونص. ما بقول لحضرتك دي اصلا احنا اصلا بنعاني اللي هو الساكني خارج مطروح حتى لما عندنا اجتماعات في المحافظه بتاخد الطريق في 6 ساعات، خصوصا طريق وادي النطرون لسه تحت التطوير. صحيح. فزي ما حضرتك شفت، لكن لما يبقى الطريق ده يتفتح وبعدين هيطلع فين بقى؟ هيطلع عند المحطه بتاعه الطاقه النوويه اللي هتعمل في الضبعه. ضبعه. وهيطلع صحيح. عند المنطقه اللي هي يبقى بينك وبين المنطقه بتاعه حديقه الالعاب المائيه اللي بقول لحضرتك عليها دي، هيبقى بينك وبينها حوالي 30 او 40 كيلو، فحضرتك بتتكلم هتبقى انت في سيدي حنيش وفي راس الحكمه اللي هي المربع الذهبي للتطوير في مطروح، بتتكلم هتبقى من القاهره لغايه المربع الذهبي ساعتين ونص. لما تطور منطقه، لما اعمل مؤتمر تنموي اقتصادي توعوي، لما ادخل استثمارات بملايين وصلت الى 18 مليار، ايه الفايده؟ الفايده بتيجي للناس ازاي؟ الفايده بتعود عليهم في ايه؟ هل بتعود عليهم ان هم يغطي عجز ميزانيه الدوله؟ هل تعود عليهم ان هم يبقى ليهم زياده في اللي بيسموه الاقتصاد المباشر اللي هو الاجر اللي بياخده كل عامل او الراتب اللي بيحصل عليه كل موظف؟ ايه الفايده؟ لا هو حضرتك يعني المشروعات اللي هي الحمد لله التنوع والثراء بتاع المشروعات اللي تم الاتفاق عليها بيخلي ان احنا عندنا كان المشروعات اللي احنا قسمناها المشروعات قصيره الامد ومشروعات متوسطه ومشروعات طويله. المشروعات الطويله دي زي المينا، هبتدي اول مرحله منها هتخلص في حوالي 3 سنين لغايه 20 سنه لغايه لما المينا بالمنطقه الصناعيه تكتمل، وزي ما حضرتك تفضلت قلنا يعني يمكن احتمال 8 مليون فرصه عمل لما تكتمل ان شاء الله. في مشروعات اللي هي بتتعمل في سنه وسنتين اللي هي المشروعات السياحيه القصيره الامد زي التطوير هضبه رمل، تطوير هضبه عجيبه، تطوير المنطقه بتاعت الحدائق الترفيهيه اللي هي الالعاب المائيه والكلام ده كله. هيك بتتكلم متخيل حجم الناس اللي هتشتغل في هذه المشروعات قد ايه؟ هيك متخيل حجم المقاولين والمقاولات اللي هيشتري قد ايه؟ الشركات اللي داخله دي هتشتري قد ايه مواد بناء؟
هتشغل كام عامل. صحيح. لما يجي الناس دي بعد المشروعات دي تتم هيبقى عندك حضرتك من ضمن المشروع بتاع هضبة رومل انشاء اكبر نافورة راقصة في البحر. جوه البحر. جوه البحر في خليج رومل. فهيبقى مزار. هيبقى مزار هيجيب الناس من كل حته. ما تنسوناش بقى احنا كنا معاكم في المؤتمر. يعني بقى للنهار ليها واسطه. النهار وكل عاملين في النهار كلهم ليه واسطه, وكل المشاهدين المصريين والمصريين يكون ليهم افضليه وواسطه دايما باذن الله. كلنا هنستمتع باللي بيحصل. كلنا باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق يا فندم. انا بشكرك دكتور مهندس احمد فيصل مستشار محافظ مطروح للاستثمار والتنميه. كان الحديث مفصل عن المشروعات بالارقام بالفوائد بالعوائد على المصريين. شكرا جزيلا فندم وكل التوفيق. شكرا فندم. لسه مستمرين معاكم, اكيد هناك مزيد من اللقاءات. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا دلوقتي كانت الجلسه خلصت وبعديها في استراحه الغداء وبعديها في جلسه تانية بتتحدث عن النقل وعن التنميه العقاريه وكذلك فرص الاستثمار والسياحه كذلك. وده بكده بينتهي اليوم الاول. اليوم الغد بيبقى فيه يعني اكتر من جلسة, وبعدين بتبقى فيه كلمات الختام ومراسم التوقيع على مذكرات التفاهم بمعنى, او التوقيع او تحويلها الى عقود بنسميها بقى عقود بدل ما كانت مذكرات التفاهم اللي وقع عليها منذ فترة. ده كل حاجة في مؤتمر دلوقتي اللي الى الان بيعطي انطباع جيد سواء للحاضرين من هنا جيد على مستوى حتى التأمين والتنظيم, على مستوى الحضور سواء المستثمرين جايين تحديدا من السعودية ومن الإمارات ومن كوريا الجنوبية وأيضا من إيطاليا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية في شبه اتحادات أو تكتلات اقتصادية لأكثر من استثمار. الأرقام اللي بتحدث عليها صعدت من 12 إلى 18 مليار جنيه دولار عفوا. بتحدث عن عدد يتخطى 100 مليار مصري, كلها مشاريع مفترض تتوالى خروجها للنور بعد كأول مشروع بعد سنة أو اتنين, وتتوالى المشاريع لحد 20 سنة. فبالتالي فرص قوية جدا واستثمارية جدا. كنا معكم وسنظل للغد إن شاء الله في لقاءات حصرية على النهار اليوم الرعاية الإعلامي, في مشاهد حصرية في نخلة حي ومباشر لهذا المؤتمر اللي بتمنى من خلاله يكون بشرة خير حقيقية ملحوظة كمان مطروح فيها إعادة الانتخابات يوم الثلاث يعني كمان يومين. فده بيأتي وسط مؤتمر وسط سياسة وسط شغل في صناديق اقتراع وسط تأمين زيادة في التأمين الثاني اللي بيتم في هذا المؤتمر. فبالتالي العجلة تسير أو كما يقولوا القافلة تسير. البيبة عليكم. إلى اللقاء.